معانا عبر الهاتف السيدة أمينة جملو. ألو، مرحبا. ألو، مرحبا، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. السلام، أهلا فيكم جميعا في البرنامج. أهلا فيك أنت طبعا سيدة أمينة، يعني إحنا مرة فرحانين فيك وفخورين فيك وألف ألف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك حبيبتي. كده دائما هذا السؤال المعتاد يا السؤال جماعة، المعتاد، السؤال المعتاد، لحظة عرفتي الخبر وكيف تعاملتي معه؟ والله طبعا يعني الخبر ده في بداية وفي أول لحظة خبر مفزع، أكيد. بس يعني دائما لما أنا أحكي الحكاية كل مرة أحاول أسترجع وأتذكر وأتأكد إنه أنا لما سمعت الخبر قلت الحمد لله، عشان الحمد من لله، الناس اللي إن صح شاء الله تبنى لهم قصور الحمد في الجنة. صحيح، آه إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ، لكن تفضل. تفضلي. لا كمان أستاذة أمينة، لحظة انتصارك على المرض كيف كانت؟ كيف استجمعتي شجاعتك وقوتك وقدرتي إنك أنت تنتصري وتبني نفسك بنفسك من جديد؟ والله أنا تقريبا بدأت أحس بالانتصار ده من يوم ما عرفت خطة العلاج، يعني من يوم ما حسيت إنه أنا in control، أنا عارفة إيش المشكلة وعارفة exactly what I need to do، أنا إيش بالضبط حعمل بإذن الله تعالى، وخلاص وشيت بيد الله تعالى، واحد اثنين ثلاثة، هي دي الأشياء اللي حعملها. من ساعتها فعلا أنا بدأت أحس بالارتياح. طيب سيدة أمينة، لو نبغى نسألك، في خلال فترة المرض ومن ثم انتقلتي إلى فترة العلاج، مين كان جنبك ومين كان مصدر الدعم لك؟ بفضل الله تعالى، يعني هذه من الأشياء الإيجابية جدا جدا في منحة المرض هذه اللي أنا مريت فيها، وأنا أحب دائما أسميها منحة المرض. يمكن سمعت قبل كم يوم برضو الأستاذة أميمة بتقول نفس الشيء. في منحة المرض دي اكتشفت فعلا أنه حواليا ناس كتير يعني مهمين فعلا، من الناس اللي زي ما بتقول قبل شوي الأستاذة أميمة تبغيهم يكونوا في حياتك، يلهموكي ويساعدوكي ويدفعوكي للأفضل. فهذه كانت من الأشياء اللي أنا اكتشفتها وتعلمتها أثناء مرض، إنه هم كتار. طبعا والدي الله يخليهم لي إن شاء الله الله يحفظهم، كانوا واقفين معايا كل خطوة بخطوة، وأخواتي، أنا واحدة من عدة أخوات وما عندنا أخوان، فأخواتي كلهم، أهل زوجي أمه برضو أعتبرهم أخواني، وأخواتي كانوا واقفين معايا، والدة زوجي الله يرحمها، والد زوجي، يعني في كل خطوة في مراحل العلاج، في كل حاجة أحتاجها، وطبعا أول واحد هو زوجي جزاه الله خير. طيب شكلها كانت الحمد لله كده تجربة إيجابية، فطبعا طبعا فمن تجربتك هذه أكيد في عندك رسالة كده وردية حابة توصليها. في والله عدة رسائل زي ما قلت لك. يعني طبعا اكتشفت أول شيء إنه إحنا فعلا يعني الإسلام نعمة، لأنه رغم إنه هذه في نظر كل الناس مصيبة، ممكن تكون كارثة، كثير ناس تفكر انه خلاص الحياه تنتهي، لكن يعني بما انه انا مسلمه فانا على طول زي ما قلت لك بدات افكر اذا انا حمدت الله ايش اللي حلاقيه، ايش اللي حتعلمه، انه هذه التجربه لو ما انا قدها ما كان ربي يعني ارسل لي هذه الرساله، ما كان ربي امتحني هذا الامتحان. وتعلمت التوكل التام على الله، انه خلاص انا رميت كل حمولي عليه وثقت فيه، عملت كل اللي علي، ما سافرت، رحت لأفضل الدكاترة، قريت مرة كثير، يعني كانوا الدكاترة كل دكتور أروح له أتكلم معاه يقول لي أنت يعني طبيبة علوم طبية، أقول لهم لا أنا حاسب أهلي، بس لأنه الموضوع يهمني فقرأت فيه بتوسع عشان أكون فاهمة كل حاجة. اطلعتي عليه بشكل أوسع. أيوه نعم، كل حاجة ممكن تبيني، واكتشفت إني جميلة. طبعا طبعا يعني طبعا. حتى بعد ما طاح شعري وحلقته يعني الحمد لله وجدت لحظات اني انا اقول والله في المرايه وقلت والله انا يعني احلى مما كنت اتوقع، انا كنت افكر لو طاح شعري حاكون يعني. استاذه امينه انت جميله دائما وابدا، شكرا لك.